السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم القارئة رغد خالد سعيد عبد الله الحديدية. أقرأ سورة الرحمن، سوف أتلو لكم سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم القارئة رغد خالد سعيد عبد الله الحديدية. أقرأ سورة الرحمن، سوف أتلو لكم سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم.